بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك بطارق المنشاوي، حديث جديد عن قطاع السياحة ومستجداته. هو حقيقي وزارة السياحة المصرية صرفت 300 ألف جنيه بلس ماينس كده يعني على الجماعة الإعلاميين والصحفيين إن هم يغطوا الحدث بتاع الاكتشاف العظيم الأثري اللي موجود في سقارة. ده حقيقي يعني، احنا لو بنتكلم في القاهرة بنتكلم في العاصمة، لما لو قلنا بقى إن في حدث في الغردقة ولا حدث في شرم الشيخ ولا مرسى علم اللي هيبقى فيها فعلا expenses للترانسبورتيشن واكوموديشن، هما مش هيروحوا؟ مش عارف رأيي، لا ما يندفعش المبلغ ده في الوقت ده في الظروف ده. انا اولى ليا ان انا احط المبلغ ده في عملية ترويجية للسياحة المصرية اللي متضررة من شهر مارس اللي فات، واخاطب بها العالم كله. اي نعم مش هيجيب لي عائد في دلوقتي، ولكن انا I'm keeping their mind معانا في مصر، نقول لهم الجائحة هتعدي، احنا موجودين، بلدنا امان. لما يكون عندك السماحية او لما يكون عندك الامكانية انك تسافر، احنا مصر مستعدة واهلا وسهلا بيك. بلاش يا سيدي نعمل عمليات ترويجية ونقول ان مصر امان، ندعم قطاع السياحة وعمال قطاع السياحة وموظفين قطاع السياحة المتضررين جدا دلوقتي، واللي في منهم على وشك انه يخش سجون، وفي منهم خلاص يعني الضائقة المادية بقت عليه شديدة جدا. نضيف المبلغ دوت على الدعم اللي بيتحط وبيتصرف للناس، ليه لا يعني. لكن اجيب شوية صحفيين او اجيب الناس السادة الاعلاميين عندي بربع مليون جنيه؟ ما يجوش. هقول لك على حاجة كمان، بلاش خالص يتعمل الايفنت ده. هو الايفنت ده النهاردة يعني ايه ضروريته في انه يتعمل دلوقتي؟ هو احنا خلاص يعني بطلنا عملية البحث والتنقيب على الاثار؟ ما اكيد في لسه في سقارة، احنا لسه من شهرين مكتشفين، وكمان الشهر دوت مكتشفين، واكيد كمان شهرين هنكتشف. طب ما تيجي نجمع الكلام ده كله نعمل ايفنت كبير جدا انترناشنالي علشان نجيب كل العالم موجودين عندنا، مش مجرد ان احنا تو اناونس ان احنا عملنا كذا. هو فين الاسبونسر يعني؟ خلينا احنا صرفنا، فين الاسبونسر المفروض ان هو يغطي حدث زي كده يعني؟ يا وزارة السياحة والاثار، لو احنا يعني عاملين الحدث ده عشان نقول ان وزارة الاثار المصرية تمام وعمالة تعمل اكتشافات عظيمة والكلام ده، يس احنا والله بصمين بالعشر ان الناس شغالة وعلى الفول كاباستي بتاعتها، بس it's not the time ان انا to announce حاجة زي كده. يا وزارة السياحة والاثار، يعني كل المتاحف مليانة، كل المزارات مليانة، المتحف الكبير كان مخطط له من كام سنة فاتت وعارفين القطع الاثرية اللي موجود فيها. طب الحاجات دي هتروح فين؟ ما اوكي عندكم ليها مكان. طب حتى لو لقينا لهم مكان في المعارض والمزارات والكلام ده كله، مين اللي هتفرج عليهم؟ مش السياح اللي موجودين هيجوا يتفرجوا على الحدث العظيم دوت او الحاجات دي لما تتعرض؟ طب ما هو في سياحة دلوقتي، 80% من فنادق مصر مغلقة. طب لو احنا اتكلمنا على المصريين، والله المصريين مش هيجروا وراك عشان تحف اثرية، المصريين ممكن يجروا وراك علشان حسن شاكوش ولا حمو بيكا عامل حفلة ما في مكان ما، لكن اثار ايه دي هتعمل لنا ايه يعني؟ طب اخر سؤال معلش، وانا عارف ان انا سألت اسئلة كتيرة جدا. احنا اتعلمنا زمان كده ان طول عمرنا القدماء المصريين زائد الفراعنة لما بيدفنوا بيحطوا ذهبهم ومجوهراتهم والحاجات اللي هم عايزينه بعد البعث يعني يلاقوها. هي فين الحاجات دي؟ فين الذهب وفين الكلام ده؟ طب ما علي مش مشكلة. بص هو في الاخر انا عايز اقول حاجتين. رقم واحد ان احنا لازم نبص للناس الاحياء اللي بيتحولوا دلوقتي الاموات، بدل ما نبص للاموات اللي احنا عايزين نحييهم. يعني الناس اللي هي في القبور واللي احنا بنحاول نطلعها دلوقتي وبنصرف عليها ملايين الملايين، في ناس احياء اسمهم اللي شغالين في قطاع السياحة والفنادق اللي بيموتوا دلوقتي وهم اللي هيتحطوا في التوابيت دي، فهم اولى ان هم يتصرف عليهم الفلوس دي دلوقتي، ونأجل شوية موضوع الموميا او الاكتشافات الاثرية الكبيرة اللي احنا بنعملها في الوقت الحالي. لازم نظرة للعاملين بقطاع السياحة، يا جماعة العاملين دول هم اللي بيقام عليهم المجال ده، فلازم العامل ده لازم حد يبص له، لازم حد يشوف العامل ده بينقرض النهاردة. وطول ما الفترة عمالة طول كده، صدقوني هتبقى أكبر مشاكلنا يوم ما نيجي نشتغل من تاني هو العامل البشري وموظف الأوتيل والموظف اللي بيستقبل السائح. ده رقم واحد. رقم اتنين، أظن إن الفترة اللي جاية دي يعني مع البشرة الجميلة والكبيرة بتاعت اللقاحات
وتنافس الشركات على انتاج اللقاح سواء بالارخص سعر او باحسن عمليه ترانسبورتيشن اللوجستيه. على ما اعتقد ان التركيز الاساسي في الوقت الحالي ان احنا ازاي نستعد لما السياحه تفتح، ان احنا نكون جاهزين من مطاراتنا، من طرقنا، من مواصلاتنا، من اتوبيساتنا السياحيه، من فنادقنا السياحيه، من مطاعمنا، من مزاراتنا، من كل الكلام ده. ازاي ان احنا نكون مستعدين؟ ازاي من النهارده نقدر نخاطب العالم الخارجي ده واحنا الحمد لله رب العالمين يعني نعتبر ان احنا في نهايه الازمه؟ ازاي نقدر ان احنا نعمل حاجه، رساله ما ليهم اللي تخلي فيها عمليه جذب ليهم، ونبقى in mind بحيث ان وانس ان السياحه رجعت من تاني او الكوفيد 19 بدا في نهايته ان هم الناس تيجي مصر تاني. اخر حاجه بنتكلم عليها دلوقتي، كل الاحداث بقى العظيمه الفتره اللي جايه دي لازم تبقى سبوند شويه، لان يعني ولا وقتها ولا هيفيد ولا هتبقى عملية يعني استجلابية لحاجة معينة، حاجة ملهاش هدف في الوقت الحالي، لأن الوقت خاطئ جدا. فكل الأحداث العظيمة اللي ممكن تكتشف الفترة اللي جاية ليها أجندة تانية، ليها وقت تاني، ليها وقت نعرف ان احنا نستغله احسن استغلال، بس لما الدنيا تعود من تانية. اتمنى يا رب التوفيق للقطاع، اتمنى التوفيق لوزاره السياحه والاثار. وعايز افكر بس، احنا بقالنا فتره كبيره قوي ما بنتكلمش غير عن الاثار، وقلنا ان احنا عايزين دعمكم قبل كده في الفيديو اللي فات، وقلت في مبادره اسمها اعرف بلدك، واتكلمت عن عناصرها شويه، ويا رب تكونوا يعني الفيديو ده بيوصل لكم، ولا قادرين ان احنا نفكر بنفس الفكر ده ونوصل لهدف واحد. على العموم اتمنى التوفيق للقطاع، واتمنى التوفيق لمصر والمصريين كلهم، ويا رب يا رب نكون في أواخر الجائحة وبداية عهد جديد إن شاء الله في السياحة المصرية. في آخر الفيديو زي العادة، لو مش اتفرجتوش على الفيديوهات اللي قبل كده اتفرجوا عليها، لو ما عملتوش سبسكرايب ياريت تعملوا سبسكرايب، والفيديو ده لو كان مفيد بالنسبة لكم بأي شكل من الأشكال لايك اند شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.